معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني انطلق استعداداً لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر ليهم يوم 6 و10 يونيو من الشهر المقبل في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. انتظم اللاعبون في المعسكر وخاض الفريق تدريبات استشفائية بالجيم بفندق الإقامة في أول أيام المعسكر. البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أعلن قائمة الفراعنة الصغار استعداداً لأداء مباراتين وديتين مع نظير الكوت ديفوار ويومي 7 و11 يونيو المقبل خلال معسكره بالقاهرة ظل الاستعدادات للمشاركة في أولمبياد باريس 2024. هيبدأ المنتخب الأولمبي معسكره يوم 1 يونيو المقبل وبيستمر حتى يوم 11. سموحة فاز على لافيانا بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم باستاد الإسكندرية ضمن فعاليات دور الـ 32 لكأس مصر. أحرز هدف سموحة حسام حسن في الدقيقة 43 ليتأهل الفريق السكندري لدور الـ 16 من البطولة. وفريق سيراميكا اتأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على مكادي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر. البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قرر منح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام من التدريبات مستغلا فترة التوقف الدولي اللي حصلت عليها الفرق بسبب ارتباط المنتخب بمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو. ميار شريف لاعبة منتخب مصر للتنس نجحت في التأهل للدور الثاني من بطولة رولان جاروس إحدى البطولات الأربع الكبرى الجراند سلام وفازت ميار على الصينية يو يوان بنتيجة مجموعتين جاءت نتائجها 6-1 و6-3 وده في الدور الأول من البطولة. الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب فريق ريال مدريد اختير كأفضل لاعب في الدوري الإسباني للموسم الحالي 2023-2024 بعد أدائه الرائع وقيادته للمرينجي للتتويج بلقب الليغا.